وسهلا ومرحبا بمتابعين ومتابعات جريده نيشان الان. يعني كيف كنشوفوا في الاشهارات، كنشوفوا في الاعلانات، كاين مشكل ديال الماء، كاين مشكل ديال ندره المياه. مع العلم كندوزو من هذا الشارع هذا كنلقاو الماء غير ضايع في المحاميد، الماء غير ضايع في المسيره، الماء غير ضايع توجيهات، الماء غير ضايع ولا حاسب ولا راقب. يعني بزاف البلايص في المحاميد كلهم تحفروا، القوات تفرقعوا، يعني ضاع كميه كبيره من الماء هنايا هكا. يعني من المسؤول على هذا الشيء؟ انا بغيت هنا نعرف من المسؤول على هذا الشيء. يعني فاش كنشوفوا كميه كبيره ديال الماء كتضيع في الطريق، يعني كتضيع وكنلقاو مشكل ديال ندره المياه، يعني كاينه علامات استفهام. بغينا نعرفوا شكون المسؤول على هذا الشيء، شكون المسؤول على كل مره قادوس تفرقع هنا، قادوس تفرقع هنا، قادوس تفرقع هنا، الاشغال هنا، الاشغال هنا، مراكش كلها الثقبات، يعني ولا كلها ولات حفاري، ولات كلها خطاطر. يعني واش هذا الشيء، واش هذا الشيء كيفرح؟ هذا الشيء والله ما كيفرح. يعني دابا كنا دايزين من هذا الشارع حتى تتبان لنا الفيضان، يعني الماء راه واحد كيلومتر والطريق كلها عامره غيمة، كيلومتر على قدو، يعني الطريق كلها عامره غيمة. وكنسمعوا في الإشهارات بلي كاين مشكل ديال ندرة المياه. يعني هنا ما فهمتش هاد الماء واش ما غير صالح للشرب، واش هاد الماء ما غنستافدوش منه؟ هاد القواد هادو اللي تفرقعوا، واش ما يمكنش يكونوا قواد بجوده اللي تحافظ لنا على هاد الماء؟ يعني متتبعين ومتتبعات جريده نيشان الان، يعني والله العظيم لا هادشي ما كيعجبش. الله يدير شي تاويل الخير. متابعين ومتابعات جريدة نيشان الآن، كنتمنوا من الجهات المسؤولة يعني تدخل أقرب وقت. وكاين مشكل ديال ندرة المياه. متابعين ومتابعات جريدة نيشان الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.